السلام عليكم، معكم الشيخ جمال الزرهوني من مدينة أسفي، شيخ ديال العيطة العبدية، اختصاصي في العيطة العبدية. أنا اللي بغيت نوضح للجمهور من جديد، واللي بغيت الجمهور يعرف، الجمهور خصو يعرف، وراه عارف الجمهور ماشي ما عارف شيء، انما وكاين بعض الناس اللي مضللين على واحد انا اسميه بالنكره، لانه هو ناكر الحسن، هو اسمه نسيم حداد. هاد نسيم حداد ما شفناش شي ريحه ديال النسيم منه، ريحة النسيم ما شميناهاش نهائيا، ما كايناش. ثانيا الحداد، الحداد راه كل صنيعي بلا حداد صنعته فاسدة. ان الحداد تيكون من الخياط بليبرة بالسدور بالمحرات فلاحية بجميع ما امكن وتعيان، الحداد حاضر. وهاد السيد هذا شتت هاد التحدادت، ما بقاتش تحدادت الكتسودي، عاد هو كيشتت في واحد البرنامج. صادفتو هذيك الصحفيه العكرود، انا كنوجه لها التحيه من هنا وتنعاود نوجه لها التحيه، ودائما نبقى نحيي هذيك الصحفيه على الفصاحه ديال اللسان ديالها اللي استطعت باش تستقطبو اللي حتى جابتو الامر الواقع باش يعرفوه الناس على انه وراه ناكره. هاد السيد تنكر لكل شيء، ما جبدش شي شيخ ولا شي شيخه ولا نهائيا، جبد ميطيشتي وجبد مع احتراماتي لهاد الفنانات، راهم فنانات كاينين ماشي ما كاينينش، ولا دونا ولا السي عبد العزيز ستاتي، يعني هاد الفنانه راهم كاينين راهم حاضرين، كله النمط ديالو كله والغناء ديالو كله، ولكن تنكرتي للناس اللي دخلتي عندهم لبيوتهم، مشيتي عند خالد البوعزاوي، مشيتي لدار السي محمد ولد مبارك، مشيتي لعند السي محمد الصوبه،
مشيتي لعند ولاد بن عقيده، جيتي عند الشيخ جمال الزرهوني، ها هي، ها هي الصوره ديالو ملي كان قناوي وغبي تبدل غيواني، وتا شي حاجه ما قبلته، تا شي ناس من هاد الفنانه ما قبلوه باش يكون معاهم، لانه هو غير جاهز. جا عندنا حنا بصفه ديال التباحث، على انه يدرس في النووي، في يدرس في الماده ديال النووي، وهو باغي يبحث في العيطه، وحنا ما تنقدوش نبخلوا على شي واحد كيف ما كان نوعه، لا من تلاميذ ديال الجامعات، لا من باحثين، لا من صحافه، لا من كتاب، لا من شيوخ طالبين مثلا يتعرفوا على هذا الفن ديال العيطه، ولا باغين الشباب باغين يتعلموا. الحمد لله دايرين مدرسه خاصه للتعليم ديال الشباب، علمنا اجيال، علمنا الحمد لله، اليوم راهم تيمارسوا المهنه ديالتهم عن جداره واستحقاق، في العراس، في المهرجانات، في التلفزيون. هاد السيد هذا ما تنكرش غير لينا حنا، تنكر لواحد العداد ديال البرامج اللي هي كانت ناجحه، اللي هي كانت ناجحه 300%، مع تحياتي واحترامي الصاهرين على هاد البرامج. عن سبيل المثال، انا شكون استقطبني؟ اولا انا في البحر والبحث خدام والجرائد كتكتب. من اللي استقطبني؟ استقطبني سي عبد السلام الخلوفي في برنامج ديال الحان استقطبني في انغام الاطلس، في انغام الاطلس، باقي ما كاين لا شاد الالحان ولا والو. جات شاد الالحان اللي هي بقات الناس كترحم على ذاك البرنامج، برنامج ناجح بجميع المعايير. جات من وراء برنامج جا الحان عشقناها، فين خليتي حطيت الصينيه، فين خليتي نغمواتاي اللي دازوا فيها عباقره، جيتي وقلتي على ان البرنامج ديالك هو الناجح، وهو هو الفاشل، هو الفاشل اللي كيعرفوا الخاص وتيعرفوا العام، اللي تكبد بزاف ديال الاغلاط في هذاك البرنامج، اللي هو حي قتلو، واللي هو ساكن في درب في الحي المحمدي، ساكن في درب السلطان، سكنوا في الحي المحمدي، واللي هو لحن هادي روغوا لهذا جل العابدين، على ان لا 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 انت اللي ماشي انت اللي كنت معاك اغنيه كيعرفها الخاص ويعرفها العام ويعرفها يعني من 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 من, من زمان، على ان هي منسوبه ديال العابدين، نسبتيها العيرود انت والاخت لالا الداوديه، مع كامل الاحترام لها، هي كتعرف هذا الشيء، كانت هي تصح عليك ولكن ما صحاتش ليك، مشيتو في مسار واحد. على كلين، في خليتي سي عماد نتيفي، في خليتي البرنامج ديالو اللي كان ناجح، الله يرحم العروسي، انا ما كنشككش في المديرين ديال التلفزيون، المديرين ديال التلفزيون عن جدارة واستحقاق، وتعرفوا الخاص والعام، وتاقوا فيك وعطوك هذا البرنامج اللي تبنيتيه بهاد الصفة، ألا وهو برنامج يسمى بجماعتنا زينة، وهي راه ما كاين لا جماعة ولا يحزنون والو، ما كاينش يعني الأغلاط اللي ارتكبتي راه لا يغفر لك فيهم، ما عندكش فيهم المغفرة نهائيا. وبهذا تنقول لك راك نكيرة، راه خصك تراجع نفسك، وخصك تصالح مع الرواد اللي سأتي ليهم بصفة عامة، الله يرحم من مات منهم، والما باقي الله يطول في عمره. وحنا الحمد لله والشكر لله خدامين بيك ولا بلا بيك، حنا الحمد لله والشكر لله ما نشوفوش الروتروفيزور، ما جيتيش انت بحراغ وبتعود مطرة، راه كاين باحثين اللي دازوا فطاحلة، اللي عندهم كتب يقام لهم ويقعد، منهم السي بوحميد رحمه الله، منهم السي حسن النجمي، منهم السي حسن البحراوي، منهم السي سالم كويندي، واحد العدد ديال الباحثين اللي عايدون، منهم واحد الله يرحم السي الرقوق. علاش انت تجي تنكر لهاد الناس النكره؟ انا اسميك بالنكره، فاقولها واقول على انك ناكر الاحسان، والعيطره في حد ذاتها هذه اللي غادي تكون، غادي يسمعوا الناس المتون ديالها اللي غادي تكون ان شاء الله الرحمن الرحيم، راه قالوها من قبل، قال لي سير لهم عمالك الله يسالك وعد،
فضحوك المرمادة هالمرمادة هالمرمادة، وقال لي سالو مالو، خلى مضمته وخلى دليله هالدليل القاطع، هالدليل القاطع، هالدليل القاطع باش تعاوننا معاك. هذه الواد الواد يلي ما عنده قواد اللي ابتكرت التالية، آخر آخر ابتكار هي الواد الواد يلي ما عنده قواد، وتوسلتي لينا بالوالدين ديولك وقلتي على أن والدي يلي علموني. احنا هدرنا في منابر أخرى وهدرنا على النجوم الأولى، قارناها لأنها هي آخر مكان، هي النجوم الأولى وقارنا. أما نجينا نقارن المقارنات فين 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 الناس فين الناس فين الناس؟ عاد سهرتنا سهرتنا اللي هاد السهرة ديال هاد السهرة اللي تدوز في الدوزيام ديال سهرتنا الليلة، واش غادي تقد نتا على على حلقة من دوك الحلقات اللي دازت، الحلقات اللي دازوا في جماعتنا خيبة، راه ما 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 يبغيهم لا ربي ولا عبدو، تستنكرهم كل شيء، استنكرتي عادات ديال الفنانة واستنكرتي عادات ديال الرواد. أنا تنقول منها في هذا المنبر، إلى كنتي سيدي ومولاي خصك مبارزة، ولكن ماشي مع ماشي مع مع الفطاحلة، ماشي مع المعلمين. غادي نعطيك أنا غد التلاميذ، التلاميذ نعطيك أنا آخر فوج تخرج، إلى قلتي معاه عيطة أنا كنقولها أمام الملاء، غنحط لوطار وغادي نكروازي ليبرا وغادي نقول وداعا على الحرفة، لانه جا الشباب اللي غيحمل المشعل، هاد السي نسيم اللي ما شفناش منه الريحه ديال النسيم، وهاد الحداد اللي هو جا شتت هاد الصدور وشتت هاد الشيء. على تا فيك انت ملي كنا حنا ملي كنجوب العيوط اللي ما عمرها تذكرت، منهم عزيبو في الميلحه، منهم كاسي فريد، منهم سيدي حسان، منهم الواد الواد، منهم السبتي مولا باب الخميس، منهم الغزير طيح مريضات شكي بالراس، منهم خويت مفيدية وحكاموا عليا اللي تغنات في جميع الحفلات الى يومنا هذا. فيك انت فيك انت ملي هاد الشيء كان كيخرج على ودنيك وكتجي وكتقول انا هاد الشيء راه تبهرت به، راني ما عمري سمعت هاد الشيء. دابا عدتي كتنافس الرواد الاسياد ديولك اللي وروك الطريق، ولا سمحه ولا سمحه ليك، وان شاء الله باذن الله احنا معاك والزمن طويل، وكنطلبوا شي مناظره معاك تبرز للسوق نشوفوا كاش كتقول ونعرفوا واش تحت راسك، راك لا شيء. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.